لولي. ايه؟ عاوزين نلعب، عاوزين نكسب، عاوزين نتنطط على طول، تفرح ونزقطط ونفرفش، واللي عنده كلام هيقول. يلا بينا نلعب ونفكر، نتكلم ونساعد بعض، هنا نتشقلب هنا نتنطط انا وبنات وولاد مع بعض. يا بنات يا ولاد صباح الخير. النهارده يوم مختلف جدا. ليه؟ علشان النهارده اول يوم واول حلقه في سنه 2019 في بنات وولاد. احنا النهارده 4 يناير. عارفين سنه 2019 دي سنه جديده، يا رب احلامكم كلها تتحقق فيها. فاكرين من كام يوم لما قلنا باي باي للسنه اللي فاتت دي بكل حاجه حلوه او وحشه بقى عدت فيها؟ احنا بقى النهارده بنبتدي بنات وولاد بشكل جديد، وكمان انا معاكم لاول مره في بنات ولاد. تعالوا بقى نبتدي السنه كده بايه؟ ديل كده، اتفاق كبير كده بيني وبينكم. انا الاول اسمي لولي. الاتفاق اللي عايز اعمله بيني وبين كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي ان كل يوم جمعه نظبط المنبه، او نقول لبابا وماما يظبطوا المنبه على الساعه 10 او قبل 10، عشان تصحى كده تكون فايق، تفتح التلفزيون وتتفرج علينا في بنات ولاد، وممكن كمان تكون معانا في الاستوديو دايما يوم الجمعه في بنات ولاد.